عارفك انت، عارفك وشايفك بتقول المباراه كانت ممله صح؟ انت جديد معانا في مباراه كلوب وبيب ولا ايه؟ الدنيا كانت بالنسبه لك النهارده كانت عامله ازاي يعني؟ كنت شايف ان مانشستر سيتي وهو مستحق الشوط الثاني كان يقدر يجيب اهداف يا راجل. طب كنت مستني ان ليفربول يعمل هجمه مرتده؟ قديم انت معانا واللي بيتفرج على المباريات دي من زمان بقالك فتره. طب انا مين؟ انا اسمي اسلام حرف. تخسر حاجه يعني لو عملت لايك او عملت سبسكرايب؟ ودي قناه اسمها بتاع تكتيك، ولا مؤاخذه طالما احنا بتاع تكتيك هنتكلم في المباراه من ناحيه تكتيكيه وبهدوء كده بشويه منطق. النهارده يورجن كلوب بيفاجئ الجميع بال 4-4-2. اه هي كانت 4-4-2 النهارده، وكان صلاح وفيرمين وبيتلعبوا اثنين مهاجمين تحتيهم، ناحيه اليمين كان موجود جوتا، وفي نص الملعب كان موجود جيني فينالدو وجوتا هاندرسون، وساديو ماني كان موجود ناحيه الشمال. اه احنا بنبدا من فوق لتحت، ما عندناش اي مانع خالص. الرباع الدفاعي ثابت، المتغير الوحيد اللي فيه النهارده كان دخول جويل ماتب مكان نيسان اللي كان موجود المباراه اللي فاتت، ودي اضافه كبيره جدا ليفربول عوده جويل ماتب. الناحيه الثانيه مانشستر سيتي ما كانش بيلعب بال 4-3-3 زي ما كانت موجوده في التشكيله الاساسيه بتاعتهم اللي كانت نازله في كل المواقع. هي ادينا بالنسبه لمانشستر سيتي طول ما انت شايف كاي جندوجان جوه الملعب، موضوع ترجيح ال 4-2-3-1 اكتر من ال 4-3-3 موجود جدا بالنسبه لمانشستر سيتي، لان كاي جندوجان لاعب مركز 8 صرفه في ال 4-2-3-1 بيديك شغل زي الفل. بيلعب مركز 8 في ال 4-2-3-1، لما بيلعب 4-3-3 والثلاثه يبقوا على خط واحد الدنيا بتكون بالنسبه لكاي جندوجان سيئه نوعا ما، ما بتحسش بقدراته الهجوميه، ما بتحسش ان هو لعيب بيستحوذ على الكره باسلوب مثالي، ما بتحسش بكل الامكانيات بتاعته دي الا لما بيكون موجود في ال 4-2-3-1. هو النهارده مان اوف ذا ماتش في لعيبه مانشستر سيتي، الموضوع كان بالنسبه له ممتاز جدا جوه الملعب. كان موجود رودري معاه على خط واحد، وكان قدامه كيفن دي بروين، وعلى الشمال رحيم ستيرلينج، وعلى اليمين كان موجود فيران توريس اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي. عايز شيل رياض محرز تمام العب برونالدو، عايز شيل برونالدو العب برياض، ما عندكش حل غير الاثنين دول. هتقول لي طب فيران توريس اللي في الملعب، اقول لك في حاجه اسمها خبرات يعني. رياض لو ما خدش مباراه النهارده ياخد امتى؟ تقول لي مستوى رياض متراجع؟ اقول لك طب رحيم ستيرلينج مستواه متراجع، والدنيا بالنسبه له بتكون ثابته وراجل ما بيتغيرش وراجل ثابت في التشكيله الاساسيه، ولا اشمعنى هي المدوره واللعيبه اللي بتكون سيئه زي رياض بتقعد المباراه اللي بعديها عادي، واللعيبه بتكون اسوء زي رحيم جوه الملعب النهارده بيكمل المباراه اللي بعديها عادي. طول ما احنا ماشيين خيار وفقوس وماشيين بالنظام اللي معانا بين ربنا ده مش هنشوف خير خالص. وجابريل جيسوس طبعا مهاجم وحيد علشان خاطر ما فيش غيره، بس الحاجه الممتازه النهارده هي جواو كانسيلو. كانسيلو هو وريبورت عملوا مباراه ممتازه جدا قدام محمد صلاح، لان لما تواجه هاف سريع جدا زي محمد صلاح، راجل بيحب ان هو يميلها على الاطراف شويه وبيحب ان هو ياخدك ويخش بيك للعمق، الموضوع بيكون صعب جدا جدا. بس المشكله كلها بتكمن في الناحيه الثانيه، ناحيه ساديو ماني. ليه؟ لان هو بيلعب على الاسطوره الحيه كايل ووكر، واحنا عارفين يعني كايل ووكر الدنيا بالنسبه له بتكون عامله ازاي. كايل ووكر ما والله ما تفهمه، هو ممكن يديك ماتشات كويسه، ممكن يديك لعبات كويسه جوه المباريات، بس في نفس المباراه الثانيه تلاقيه خرب الدنيا. يعني اه الكوره ممكن ما تحسبش ضربه جزاء، اه ممكن تعديها، اه ممكن تقول ان هي قبلها بدقيقه كان في لعبه رحيم ستيرلينج وما اتحسبتش، وكان ديجو جوتا برده هو اللي دخل عليه نفس الدخله اللي دخل عليها كايل ووكر لساديو ماني، بس دي ما اتحسبتش ودي اتحسبت. هتقول لي تحكيم؟ اقول لك اه تحكيم بيحب ليفربول احيانا، تحكيم يميل للفرق الكبيره احيانا، حاجات كتير قوي في انجلترا مش مظبوطه في الناحيه التحكيميه مش عايزين احنا نتكلم فيها. بعد الهدف الاول لقينا ان مانشستر سيتي بدا يفتح شويه وبدانا ان احنا نحاول نرجع في الجيم، وجي وقتها ال 4-4-2 بتاعه يورجن كلوب وال 4-4-2 وقتها بينت لك قد ايه ان ليفربول فريق جوه الملعب عارف ازاي هو بيقف صح، وعارف ازاي هو بيكسب مانشستر سيتي او بيكسب بيب جوارديولا بطريقه عامله ازاي. هي نفس الطريقه اللي بيكسب بيها يورجن كلوب بيكسب بيها بيب من زمان من قديم الازل ايام ما كان شغال في بروسيا دورتموند. اسيب لك الكوره عند لعيبه سريعه تقدر ان هي تستفاد من اي غلطه للعيبه بتاعتك اثناء تحضير الكوره، وهقدر ان انا اخلص المباراه. دي حاجة كان بيعملها يورجن كلوب دايما. بيب جوارديولا بدأ يطلعها في المباراة الأخيرة، خد يا عم الكورة والله أنا عايزها إيه. بس النهاردة بعد الهدف لقينا إن بيب جوارديولا مضطر إن أنا آخد الكورة، مضطر إن أنا اللعيبة بتاعتي توزع هجوميا، ألاقي إن الفرقة بتاعتي هجوميا اللعيبة بدأت إن هي تاخد التمركزات بتاعتها، ويلا يا جماعة نقدر إن إحنا ناخد الكورة. ودي كانت المعضلة الأكبر. المعضلة الأكبر كنت بتلاقي إن كاي جاندوجان أو كيفن دي بروين دايما بيكونوا موجودين قدامهم الرباعي الدفاعي بتاع ليفربول، ودايما كنت بتلاقي ان الرباعي الدفاعي ده ساديو ماني بيطلع يضغط، وبتلاقي جوتا بيطلع يضغط، وبتلاقي ان لعيبه مانشستر سيتي موجوده جوه ملعب ليفربول تحت حراسه لعيبه ليفربول. فكنت بتلاقي ان صعب جدا ان كيفن دي بروين ينزل من رقابه جوردن هاندرسون وجيمي فينالدوم ان هو ينزل يستلم كوره، فكنت بتلاقي ان الدنيا بالنسبه له صعبه جدا، فكان بيبقى محتاج ان انت تعمل زيادات من الاطراف علشان خاطر تحاول تحل المعادله الصعبه جدا اللي يورجن كلوب كان بيجبرك ان انت تعملها. وفي واحده من الكور دي بيقدر كايل ووكر برضه اللي احنا مش عارفين نصنفه هو كان كويس ولا كان سيء، بيقدر كايل ووكر ان هو يباصي واحده لكيفن دي بروين، وكيفن دي بروين بيلعبها مع قرابه لجابريل جيسوس بيقدر يجيب بقى الهدف الاول. بعد الهدف الاول مانشستر سيتي النجاعه والنزاعه والقوه اللي كانت موجوده عند ليفربول فجاه كلها بدات تهدى واحده 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 واحده، لحد ما لقينا ان ليفربول بيستقبل اللعب
في اخر 5 دقايق وليفربول ما بيعملش اي محاولات هجوميه ولا بيعمل اي تقدمات لصلاح او فيرمينيو، اللي فيرمينيو برضو لسه بقول عليه ان هو بقاله سنه او سنه ونص خارج الخدمه تماما، وبيعتمد على قوه صلاح، بيعتمد على قوه ساديو ماني، وكمان بيعتمد على قوه جوتا. ففيرمينيو بقى لعيب ما بقاش ليه ضروره بحته قوي انك تكمل بيه كاساسي، ادي لجوتا بعد كده سيبه هو وجوتا ينافسوا مع بعض، وهتلاقي انك طلعت من فيرمينيو حاجه كويسه. الشوط الاول بيخلص بعد ضربه الجزاء اللي بيضيعها كيفن دي بروين، والجدل الكبير جدا. انا بعد ضربه الجزاء انا بشجع مانشستر سيتي بالمناسبه، لا بس ليفربول بس كوشيت بعيد عنك. بعد ضربه الجزاء ما راحت، قلت ربنا يستر المباراه تخلص على خير عشان خاطر السيتي مش محتاج ان هو يخسر، عشان السيتي لو خسر الدنيا تكون بالنسبه له صعبه. بس احب اقول لك حاجه، انا اتفاجئت تماما الشوط الثاني لما لقيت ان ليفربول نازل بنفس التكتيك القديم اللي هو يا جماعه خدوا انتوا الكوره واحنا نلعب على المرتدات، والكوره لعيبه مانشستر سيتي مستعدين ان هم يفضلوا يلعبوا من رجل لرجل دايما، مستعدين ان تلاقي ان في تقدمات من الاثنين مساكين من امريك لابورت وروبن دياز، وروبن دياز وامريك لابورت بالمناسبه ثنائيه ممتازه جدا، وقدروا النهارده ان هم يوقفوا ساديو ماني، يوقفوا صلاح ويوقفوا فيرمينيو، لان ساديو كان شغال شغل الله اكبر على 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 كايل ووكر، الله يخرب بيت كايل ووكر، على معرفه كايل ووكر. المشكله كلها كانت في التفاصيل اللي في كايل ووكر واللي في مشاكل خط دفاع مانشستر سيتي، برغم ان ليفربول كان سايب لك الكوره، بس ليفربول برضه لسه بيحافظ على القوه ضربه ليه، وهو مش معاه الكوره، هو مش معاه الكوره بتلاقي ان صلاح بيجري وفتح مساحه، وبتلاقي ان ماني بيجري وفتح مساحه، وفيرمينو كمان كان بيجري، وجوتا كمان بيحب جدا ان هو يعمل الموضوع ده، فبتلاقي ان الدنيا بالنسبه لك انت صعب انك تمسك لعيبه ليفربول وهي مش معاها الكوره. والحاجه اللي كانت مثاليه جدا بالنسبه للعيبه السيتي ان الاربعه عندهم سرعات، ودي كانت حاجه ممتازه جدا، كانت قادر على الاقل انه السيتي وهو متوسع في الحاله الهجوميه بيقدر يرجع بدري عشان خاطر نداري على الفراغات اللي هتكون موجوده في المساحات الكتيره اللي هتكون موجوده ورا الاثنين باكات، الاثنين باكات كانوا بيقدروا يرجعوا بسرعه، وكمان كنت بتلاقي ان الاثنين مساكين بيطلعوا يغطوا عليهم، وكنت بتلاقي ان في منظومه دفاعيه نوعا ما ماسكه نفسها. ليفربول الناحيه الثانيه مجموعه بدات تمسك نفسها اكتر بوجود جويل ماتن، جوميز بدا ياخد شويه وبدا ان هو يكون جيد في الملعب، لما كانت في الحاله الدفاعيه الفرقه كلها بترجع تدافع كان الموضوع بيبقى صعب جدا على لعيبه مانشستر سيتي، علشان خاطر كيفن دي بروين النهارده ما كانش اوت اوف ذا جيم، ده كان اوت اوف انجلاند كلها اساسا. فالمباراه تقدر تقول عليها ان هي واحده من كلاسيكيات بيب جوارديولا، واحده من كلاسيكيات يورجن كلوب، اللي يغلط اكتر هو اللي هيخسر. والنهارده بعد احراز الهدفين ما حدش فيهم غلط كتير، في فرص ضاعت زي كره جابر جيسوس اللي هي في بدايه الشوط الثاني، بس برده ما كانش في حاجات تقدر تقول عليها ان هي كانت خطره قوي، زي لا كان في كره شاطها ترند الكسندر ارنولد، بيقدر الكره كانت معديه من تحت رجل ادرسون، وبعد كده ادرسون بيقوم ياخدها بسرعه جدا عشان خاطر لو اي حد فيهم كان احرز الهدف الثاني كان صعب جدا ان حد فيهم يرجع في الجيم، لان زي ما قلت لك اللي بيغلط اقل هو اللي بيلبس الليله، مش مهم تعمل استحواذ، مش مهم تعمل تسديدات على المرمى، المهم انك تطلع بالنتيجه والسكور، والسكور كان 1-1، وتقدر تقول كده ان محدش فينا خسران، لا السيتي خسران ولا ليفربول خسران، والدنيا بالنسبه لهم زي الفل قبل التوقف الدولي. طالما محدش فينا خسران، هو مش هخسر حاجه يعني لو عملت لايك، هي جت علينا يعني، ما كله مش خسران، انا بس اللي هطلع خسران.